أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 13 مدنيا على الأقل، بينهم 4 أطفال، في قصف صاروخي من قبل قوات الأسد على بلدة عواجل بريف حلب الغربي. وقالت مصادر إن القصف الذي نفذ فجرا أدى إلى جرح عدد من المدنيين، بالإضافة إلى حدوث دمار واسع في الممتلكات. وشهد غرب المدينة معارك بين قوات الأسد والمعارضة، حيث استهدفت الأخيرة بقذائف الهاون تمركزا لقوات الأسد داخل مجمع الفاميلي هاوس. قتلت الشرطة العراقية 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم مسؤول ما يسمى بفرقة الحفاة أبو إسحاق وأربعة من معاونيه في حي الاقتصاديين في غرب مدينة الموصل، بحسب بيان صادر عن الشرطة. وقال البيان إن قواتها تواصل عملياتها الاستخبارية في عمق العدو بالتنسيق مع طيران المسير وكتيبة الصواريخ الموجهة. أعلن عمال إغاثة أنهم عثروا على 4 جثث قبالة ليبيا وعلى زورق عادة ما ينقل فيه المهربون مئات الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال حصول مأساة جديدة. ومنذ بداية العام أحصت السلطات الإيطالية وصول 37 ألف شخص إلى سواحلها، فيما أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن العبور في المتوسط أودى بحياة أكثر من 1000 شخص. تظاهر 1000 شخص في شوارع العاصمة الألمانية برلين تحت شعار نبض أوروبا دعما للوحدة الأوروبية. وذكرت مصادر إعلامية أن مظاهرات أخرى انطلقت عبر مدن فرانكفورت وكولونيا، إضافة إلى مظاهرات مشابهة في دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا وفرنسا. وتستهدف هذه الفعاليات التعبير عن المعارضة لفكرة خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي. ذكرت القوات الفرنسية أنها قتلت في مطلع الأسبوع أكثر من 20 متشددا كانوا يختبئون في غابة قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو الواقعتين في غرب إفريقيا. وأضافت القوات الفرنسية في بيان أن العملية شملت ضربات جوية وبرية، ولم يحدد البيان هوية الجماعة الإرهابية. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع الحد الأدنى للأجور في ثالث زيادة خلال العام الجاري، وذلك في محاولة لمواجهة الاحتجاجات المتزايدة المطالبة بتنحيه. وتواجه فنزويلا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء وسط معدلات تضخم هي الأعلى في العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.